أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشا تيوب. رجعت لكم يا ألطف متابعين بقصة جديدة، يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي، وكمان أشكركم على حبكم لي وعلى كومنتاتكم اللطيفة. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. قصتنا اليوم من سوريا. تقول صاحبة القصة: عمري 30 سنة، توفي بابا وأنا بعمر 14 سنة، وربتنا أمي اللي كانت دايما صارمة وخاصة بأسلوبها معاي. أنا عارفة ما في أم تكره أولادها، وأنا بنت وحيدة بين ولدين، المفروض أكون مدلعة، لكن طبيعة أمي قاسية من النوع اللي تعصب على طول، لدرجة إنك ما تقدر تلفظ حرف قدامها حتى لو مزح، لأنك وقتها بتعرف بتقوم القيامة، لأن أسلوبها بيحسسك إنك جرثومة وبس لما تكون زعلانة منك. ما قدرت أتعود على أسلوبها ولا رح أتعود، بالعكس عملت لي عقدة وصرت أخاف أزعل أي أحد حتى لو غلط بحقي. صرت أتنازل عشان أكسب الناس، عشان ما أكون نفس شخصية أمي وأكون وحيدة بدون أحد، مع إني كنت حاسة إن الشيء ده غلط وده كله على حساب نفسيتي. أمي دايما تقول لي لما كنت صغيرة كنت أدلعك، بس أنا ما أتذكر هذا الشيء، لأني بالوقت اللي كنت بحاجة لهذا الدلع والحنية ما لقيته. بعدين صرت أفكر أنه الزواج هو الحل، وإني أبني عيلة وأعوض كل الحب والحنان فيهم، عيلة كاملة أم وأب وأولاد، وخاصة أني كنت أفتقد لمكان الأب دائما. وفعلا اتزوجت بعمر 18 وعن حب وحرب، وبالبداية كان هدفي أطلع من بيت أهلي، وفعلا طلعت بس دخلت لوجع أكبر. لقيت أهل زوجي يكرهوني رغم القرابة اللي بيننا، بس لأنه عائلتي كانت رافضة هذا الزواج بدون ذنب لي. ولقيت نفسي داخلة بكذبة كبيرة اسمها حب. حبيت إنسان أناني ما يعرف يعمل شيء بالدنيا إلا لنفسه ومصلحته. ما كملت السنة جبت بنوتة، والتراجع عن الزواج كان صعب ومستحيل، خاصة إني تحديت الدنيا وتزوجته، وأخذت هذا القرار إنه لازم أعيش عشان بنتي وأتحمل، وحبست أسرار بيتي بقلبي وبس، وحاولت أغيره وأدور في أعماقه على حاجة تغيره من الإنسان الغشاش إلى الإنسان اللي حبيته. قلت ممكن أقنعه يصير واقع وأكسب الإنسان اللي كنت أتخيله، بس للأسف كان يطقطق علي ويقول لي إنه هو كبر مو مراهق، وأنا لازم أكبر، مو ذنب إني ما عشت مراهقتي. وقتها وعدته إني رح أكبر، وقلت له رح يجي يوم وترجع تراهق بس مو معي، مع غيري، وما رح أسامحك بعدها. وصرت مثل أي زوجة تهتم بكل مسؤولياتها وهدفها تبني بيت مستقر هادي. وقفت جنبه مثل أي زوجة، أعطيته ذهبي وكل شيء معاي على أمل يصير عندنا بيت. بعد 3 سنين جبت ولدي وزاد الحمل علي، ولسه الناس ما بتشوف إلا الإنسان المبسوطة اللي زوجها طاير فيها، وجواتي مليون وجع، بس ما أبغى أحد يتشمت فيني، وما أبغى أرجع للبيت اللي طلعت منه والعيشة اللي هربت منها، وما أبغى أولادي يتربوا بين أم وأب مشردين. عشان كده صبرت إلين وقت الأزمة أو وقت الحرب اللي صارت ببلدنا، ورحنا للقرية اللي كنا عايشين فيها، وحطني أنا وأولادي عند أمي، ورجع هو للمدينة بحجة الشغل، ورجعت للمكان اللي هربت منه لحالي مع ولدين. قال لي شهر أو شهرين يدبر وضعه ويستأجر بيت نسكن فيه، بس القصة طولت سنة وسنتين وثلاثة وما في شيء يتغير. أنا ببيت أمي ومشاكل ونفس النفسية اللي هربت منها، والخوف اللي خلاني أتوهم الأمان بالإنسان الغلط بس عشان أهرب من أمي. وهو كان يجي ضيف كل 15 يوم أو 21 يوم، ساعات ما بتتعدى يوم كامل، يجي ينام وما يبي ولد ينق ولا يسمع أي شيء. صرت أحس إني صاحبه مو زوجته، ياريت صاحبه، يمكن بيكون له حقوق أكثر. يعطيني مبلغ بسيط عن كل أسبوع، يدوب طبخة وخضرة للبيت، بس أرجع أقول الحمد لله أحسن من غيري ومرحلة وبتمر. بس أمي ما قدرت تتحمل بنتها، المفروض تقول بيت أبوها مثلها مثل أخوانها، بس ما قالت كده، مع إني اللي معاي أحطه وما أقصر والله، بس ما أقدر أجيب كيس سكر أو رز أو علبة زيت كبيرة، لأن المبلغ اللي أخذه ما بيجيب لي، وكانت تعرف هذا الشيء. وهي عارفة إني ما كنت أقصر بشيء، وشايلتهم على كفوف الراحة من لما كنت بنت بصف 5، أعمل كل شيء حتى بعد ما تزوجت
كل فترة أروح عندها وأنظف وأرتب بيتها وأرجع، وما في شيء بيدي ما قدمته لها، بس ما قدرت تتحملني وانفضحت بالعيلة. وبيوم مسكت جدتي أم زوجي اللي هو حفيدها كمان يصير ولد ولدها، قالت له ليش ما بتصرف مع عمتك وانت رامي زوجتك وعيالك عليها وهي أرملة الله يساعدها. قال لها أنا أعطي زوجتي وتصرف. قالت له معناته زوجتك جالسة تخبي الفلوس وتصرف على نفسها وعلى جوالها. وجاء زوجي عندي بيسألني إيش بتسوي بالمصروف، قلت له بصرف على البيت والأولاد. قال لي لا أنت ما بتصرفي على البيت، أنت تصرفيهم على نفسك. طيب حتى لو أصرف على نفسي لا هو عيب ولا هو حرام، مو هو زوجي ولازم يعطيني مصروف، ولا أنا مين لازم يصرف علي ومن فين أجيب المصروف؟ المهم اجتمعنا ببيت جدتي وقلت لها يا أمي أنا ما بجيب الخضار وأغراض الطبخ للبيت. قالت إيوة. قلت لها طيب كيف تقولي إنه ما بصرف على البيت؟ قالت لكن ما بتجيب رز وسكر. قلت لها إذا بيعطيني كل أسبوع فلوس قليلة ومع مصروف ولدين أنا ما بيدي أجيب أكثر من كذا. ورجعت قلت لها أنا إيش ذنبي؟ هنا سكتوا، بس ما حد يقدر يقول لزوجي شيء، ما حد قال لأمي ذي بنتك والدنيا جارت عليها وزيها زي أخوانها، المفروض تعاملينها كويس، مو معتبرتها خدامة بالبيت لأنها بتنام ببيت أبوها. من جد شي يضحك ويحرق سوا. المهم اترجيت ويلاقي لي غرفة لي والأولادي نقعد فيها. قال لي بالمدينة ما في غالي. قلت له طيب عادي بالقرية، بس خليني أستر حالي وأولادي فيها وما أفضح حالي ولا تطلع أسراري لبرا. بالقوة وافق، وأمي ما صدقت وما قالت لا لا تروحي، خلتني أطلع. رحت أنا أدور على بيت ولفيت أسبوعين وأخيرا لقيت بيت وبنفس حارة أهلي، وجاء ودفع إيجاره ورحت أنظف البيت وما قالت لي خليكي يا بنتي ولا قالت لي خذي ذي المرتبة أقعدي عليها. لقيت أهل صحباتي يقولوا لي رح نرسل لك 4 مراتب وكل شيء نعطيك إياه، حتى أغراض المطبخ الزايد كمان رح نعطيكي. الناس الغريبة أتوجعوا عشاني، وأمي بعالم تاني ولا كأني بنتها، والناس يقولوا لي ليش تستأجري وبيت أبوك موجود. قلت لهم أنا أبي زوجي يتعود يكون ملتزم بالمسؤولية، وصارت هي تقول مثلي عشان تبرر للعالم. وباليوم اللي كنت رح أطلع فيه جاء أخوي الكبير وقال له كيف تخليها تطلع والناس بتاكل وجهنا؟ وأمي كل ولا كلام الناس، مسكت زوجي وقالت له لا خلاص خليكم عندي ولا ترد عليها. وهذاك ما صدق على الله عشان يوفر فلوس، وصرت أتوسل له إنه ما يغير رأيه وإنه والله ما أبي شيء لا أكل ولا شرب، بس خلينا نروح للبيت الجديد وما أرجع عند أمي، بالرغم من إني بنتها وسنين معاها ما قدرت ولا رح أقدر أتأقلم على طبعها، بالعكس عندي خوف كبير منها رغم إني أحبها والله وروحي أعطيها إياها والأخواتي، بس أنا عارفة نفسي ما أقدر أكون معاها بنفس المكان، بس ما طلع شيء بيدي، مجبورة أقعد وأتحمل. وحملت فوق طاقتي، رجال برا البيت، أجيب أغراض البيت، وحرمة جوا البيت، طبخ وتنظيف، وأم وأب لأولادي، ومن دكتور لدكتور، ومن سوق خضار لسوبر ماركت، ومن هنا لهنا حمل كبير صار علي والكل ترك لي همه. أنا بنت عمري 23 أنزل لسوق الخضار وأمي بعمر 50 ما تعرف إيش هو السوق أصلا، طول عمرها يجيها كل شيء اللي عندها، وأقول معليش الوحدة لازم تدبر نفسها ما تحتاج أحد، وكل يوم روحي تنطفي أكثر والوجع يزيد، غريبة ببيت أهلي. وبعدين صارت الحرب بضيعتنا وصرنا نتشرد كل يوم والتاني، وعشت أيام ما كنت بالكوابيس أتخيلها، ألين أخوي استأجر بيت في المدينة وجاء وأخذنا، وجلست عندهم رغم اني بالمدينة بيني وبين زوجي ما في نص ساعة كمان ما يجي عندي، والبيت اللي سكنته مع اهلي هو غرفتين بس وما في اغراض، وقعدوا معانا اولاد خالي الاثنين وخوالي الاثنين وانا واولادي الثلاثة واهلي ثلاثة كلنا في هذا البيت. احيانا ما الاقي مكان انام فيه غير انه ما بقي عندي خصوصية انام مع اهلي وخوالي، ويدخل علي اولاد خالي وانا نايمة، وأقول لزوجي الله يخليك استأجر لنا لو مزبلة نقعد فيها بدون أي فايدة، ألين قرفت من نفسي وحاولت أتطلق لأني مجرد صاحبة ما عاد أبي ذي الحياة. الوحدة تصير أم وأب سنة وسنتين وأربعة لما يكون زوجها ببلد وهي ببلد، بس أنا شيلتهم 6 سنين لوحدي وعشانهم أخدم الكل وأتحمل الكل، بس عشان ما حد يجرح أولادي كنت خدامة وأخدم برا وجوا، حتى المصروف صارت صديقتي ترسل لي.
لأنها تعرف وضعي، وصرت أصرف أنا وما يبقى شيء معي. والله تحملت فوق طاقة البشر، وما كان أحد له فضل علي أو على أولادي. وبعد 7 سنين صارت مشكلة بيني وبين أخوي الصغير بسبب أمي. أمي اللي زرعت في راسهم أختكم تبغى تموتني، تقوم تعمل مشكلة ونتزاعل، فورا تدوخ وتمرض وتسوي نفسها مريضة وتقول لهم هي راح تموتني. وربي يشهد علي اني ما غلطت معاها بيوم، بس تبغى تدعس علي لانها تحسب انه اذا اعطتني وجه رح اعايرها باللي جالسة اسويه. والله ما حد يصرف ويدبر غيره وعلى حساب صحتي، بس مستحيل اتمنن عليها. وبهداك اليوم اخوي اللي ياخد مصروف جامعته مني، اللي جبت له جوال قبل ما اجيب لنفسي، طردني وقال لي بتنقلع من البيت. والحمد لله كانت خالتي وجدتي أمي شهود، وشافوا كل شيء وعرفوا إني ما غلطت انطردت من البيت. والله يومها اللي صار ما في واحدة مكاني بتتحمله. زوجي كان مسافر، طلعت عند بيت عمي فوقنا ساكنين وقعدت، بس ما قدرت أنام. أهل زوجته عندهم وزحمة، وقعدت لآخر الليل. بعدين نزلت من حبست بغرفة لحالي، ما أفتح الباب ولا أطلع ولا أمد يدي على شيء بالبيت، رغم إنه كل شيء أنا جايبته من فلوسي. 3 أيام بغرفتي وما حد دخل قال لي شيء، إلين ما جاء زوجي وقلت له. وقتها أمه كانت مريضة، جاتها الجلطة. وقتها قال لي خلاص بحطك عند أهلي، وأهله ساكنين بآخر الدنيا، بس قلت له عادي. رحت عند أهله وأنا نفسيتي كانت تقرف، بس قلت أنا لازم أتكيف مع وضعي، وصرت أخدم أم زوجي وأعمل مثل بناتها وأكثر. وهي صارت تتعلق فيني لأني بعمل كل شيء وأنا ساكتة، مو مثل بناتها يصرخوا عليها. وصرت أخذها على الدكاترة أنا، وأدفع نص التكاليف مني من فلوس اللي ترسلهم لي صديقتي كل شهر. بعد فترة بالقوة اقتنع يستأجر بيت جنب أهله بس أنام فيه، لأن أخوه بالبيت معاهم مو ماخذ راحتي. وطلبت من صديقتي ترسل لي دفعة إيجار شهر، وجبت 4 مراتب وسجادة بسيطة وأغراض مطبخ. ورحت بعد 2 شهر على بيت أهلي ألم أغراضي، ورحت والله والقذائف تنزل جنبنا بالباص أنا وأولادي، ومتنا رعب. وصلنا روحانا طالعة، دخلت البيت لا أمي ولا أخوي الصغير سلموا علي، كنت غايبة عنهم 2 شهر. والله بيعلم إني ما غلطت. قعدت 2 يوم وخالتي ما تخليني أروح على أمل تصالحنا. ما عاد قدرت أتحمل، جاية مسافة لحالي مع أولادي، وتعذبت كثير وشفت الموت بعيوني. وآخر شيء ما تبي تسلم علي، وأنا أفكر على أي ذنب تعاقبني، على أي جريمة تعاقبني. أخذت أغراضي ورجعت على بيت أهل زوجي، طلعت ومو شايفة قدامي والله، وكل الطريق ببكي. وقالت لها جدتي الله لا يسامحك، ايش عملت لك دي البنت عشان تعامليها كذا. وصلت بيت اهل زوجي والله عشت الموت، واقول هذه قسمتي وعلى الاقل اهون من اهلي ولازم اتحمل. وزوجي ما كان معاه شيء يجيب لنا اكل بس، وصديقتي ترسل لي وتقول لي خبيهم لايامك لا تصرفيهم، بس من وين اصرف؟ وهذاك يقول لي ما معاه، مع انه ليل نهار يشتغل. صرت اجيب لاولادي الضروري، وزوجي قرر يسافر يشوف شغل افضل، بس ما معاه فلوس يترك لنا. قلت له سافر، المهم تكون بخير، بس تضبط وضعك ترسل تاخذنا كلها كم شهر، ما حد بيموت من الجوع. وكان عندي اخر سلسال ذهب قلت له خذها، قال لي لا خليه عشانك وعشان الاولاد. الاخ طلع حنون. وصرنا بالشهر الثاني، وصار علي ايجار 1.5 شهر، وهو اخذ الفلوس اللي انا مخبيتهم وقال لي يرجعهم، واتصل وقال ما معايا حق الإيجار. قلت له صار 1.5 شهر، إلين متى يعني؟ قام يقول لي دبري حالك وسكر الخط. خفت عليه، قلت يتحمل ضغط فوق الضغط اللي إحنا فيه، يقوم ينجلط. وأتصل عليه وأتصل عشان أقول له خلاص أنا بدبر حالي، ما يرد علي. تاني يوم بتتصل أمه وتقول لي هو خطب وملك خلاص. وتذكرت لما أخواته كانوا ينزلوا على الشام ويخلوني مع أمهم لحالي على أساس ينزلوا عشان السوق، طلعوا رايحين عشان خطبته وقدامي على أساس بيحبوني وكأني أخت لهم وبختمهم بعيوني. طلعت أنا أخدم أمه وأربي أولادي وأصرف عليهم وهو عايش حياته. ولما استأجرت البيت ما دق لي مسمار فيه، والله ما شفته 2 بالبيت، وما تهنيت بالبيت اللي قعدت فيه بعز البرد وما في أي وسيلة تدفئة، بس مبسوطة إنه في باب يتسكر علي وعلى أولادي. على الأقل 1 ساعة أولادي يلعبوا بدون ما أحد يصرخ عليهم أو يضربهم. بس ما كملت معي، اتصلت أفهم منه من جد خطب، قال لي إيوة. حاولت أعرف السبب، قام يقول لي بس كده بدون سبب. جلست أقول له قل لي أي عذر، أنا حابة أعذرك والله قصرت معاك بشيء، شفت مني شيء. يقول لي لا بس كذا والله.
ربي يشهد علي ما كان كافيني بشيء ولا كافي أولادي لا بحقي كزوجة ولا بلقمتنا ولا بلبستنا ولا بشيء، بالعكس كان إنسان مقرف، بس أنا ساكت عشان أولادي، وبعد كل هذا تكون هذه المكافأة وطلقني على الجوال واختفى. في النهاية طلقني وحلف على كتاب الله أنه ما أخذ مني لا مال ولا ذهب. بالنهاية كنت عارفة أني خلصت من أكبر هم بحياتي، من شيء لوثني والله، وفرحت لما طلقني على الجوال، والله بيعلم قد إيش دعيت وترجيت أن الله يعطيني صبر لعيشتي مع هذا الإنسان المقرف أو يختار لي حل. وعرفت يومها أنه هذا الحل من عند الله وانبسطت، بس الخوف كان كبير من رجعتي لعيشتي مع أمي، وأنا طاقتي وصبري نفذوا وما صرت قادرة على التحمل. وبوقتها أهلي كانوا مع جدتي وخالتي ومرت خالي وأولادها التنين مستأجرين سوا، وخالي بيدفع الإيجار والمصروف على ثلاثة، بس خالتي كانت تدفع على بيت خالي لأنهم عاشوا مع بعض، والبيت كيف رح يكفينا أنا وأولادي معاهم. وهذاك هرب وترك علي ديون وإيجار بيت، أخذ كل اللي كنت مخبيته، كنت فعلا مدمرة وعاجزة والله، بس ما قدرت أترك أولادي عند أهل أبوهم. جربت يومين ورحت أشوفهم بالسر بالمدرسة، لقيتهم مثل أولاد الشوارع وسخ وقرف، قمت رجعتهم فورا، ماني مضطرة ألعب بنفسية أولادي. وليش؟ عشان يحسها الكريه ويرجع لي؟ ليش يرجع أصلا؟ مو أنا ما أبيه؟ وقلت لي جهنم هو وعيلته، وجبت أولادي من المدرسة لعندي، أنا أم تعبانة على أولادي، مو عشان أضيعهم بأزمة بمر فيها، ولا أنا اللي أعلمهم الضعف والاستسلام. أرسلت ناس يجيبوا لي ملابسهم من عند أهل أبوهم، بس ما رضيوا، سرقوهم وحرموهم الملابس بعز البرد، ما عندهم ملابس غيرهم مع الأسف، والدنيا برد موت وما عندي وسيلة تدفية، وغرفة كبيرة وفاضية، سجادة صغيرة فيها وأربع مراتب، وما عندي حتى بطانيات كافية، والمنطقة بعيدة عن المدينة، وما عندي حتى أخوات يجوا عندي، ما أعرف أحد هناك غير اللي مأجرني البيت. اعتبروني بنتهم وأعفوني من الإيجار، وانتظروا ألين خلص الترم الأول من المدرسة وسلمت البيت. والله وقتها أضرب راسي بالحيط، ما عندي شيء أدفي أولادي ولا أحممهم ولا ألبسهم، وهم التفكير ببعدين كيف أعيش وين أروح وكيف رح أرجع عند أمي، وأنا ما بيجي عندي تحمل أكثر. بوقتها صارت صدفة، لقيت صديقتي أرسلت لي حوالة، وكان مبلغ كبير اللي وصل لي، مو نفس المبلغ اللي دايما ترسل لي. المهم جلست أتصل وأقول لهم هذا المبلغ كبير، هم يقولون لي ما نعرف الغلط من عندنا من هنا ولا من مكان الحوالة. وهذه القصة جمعتني بإنسان، والله يمكن كل الخير اللي عملته في حياتي الله عوضني بأضعافه بهذا الإنسان. وقف جنبي وكنت استغرب ليش، وسألته مرة وقال لي الله ما حطك بطريقي إلا لسبب، يا أما أكون قد السبب أو تكوني ذنب برقبتي وأتحاسب عليكي. قلت له إلين متى رح تساعدني؟ قال لي حتى تقولي لي ما عدت أحتاجك أو يوصلك خبر وفاتي. قلت له هذا مو حل وما حد بيدوم لأحد، وأنا قصتي مو يوم وشهر وسنة وعشرة، قصتي عمر إلين أربي أولادي وأعيشهم. قال لي إيش تقصدي؟ قلت له حل الزواج من رجل يساعدني فيهم ويوقف جنبي، أكون زوجة ما أبي أجلس محتاجة الناس، شوف لعريس يكون يبي يتزوج بدون ما يخرب بيته، يعني أرمل أو مطلق من زمان. قال لي في رجال أعرف ويخاف الله وعادل ما يظلم، بس عمره 70 سنة ويمكن فوقهم سنتين. انصدمت ورفضت، قلت له دور غيره. قال لي ما رح أحطك برقبتي مع أحد مو واثق منه، وإنت تبغي تضحي عشان أولادك ووضع أهلك السيء هذا أنسب حلك، ولو وضعك كان غير كده والله ما كنت وافقتك تتزوج وتتغربي. المهم أنا رجعت أقعد مع أهلي، ما عندي خيار ثاني، وصادفت مرت خالي وأولادها، زبطت سفرتهم وسافروا عند زوجها، وجيت أنا وأولادي مكانها. باليوم اللي دخلت البيت رموا كل الحمل علي، خالتي بطلت تصرف رغم هي كانت تدفع عنها وعن بيت خالي عيلتين، بس باليوم اللي رجعت فيه رفعت يدها، وأهلي ما معاهم شيء، ورجعت حرمة ورجال، بس دي المرة مو بس لأهلي وأولادي، لا للكل، لكل الموجودين والرايح والجاي، أصرف أنزل أجيب طلبات البيت وأرجع أطبخ وأنظف وأخدم وأدرس أولادي وأنا ساكتة. قد إيش صعب الوجع والذل، قد إيش صعب إنه ما حد يقدرك. وقتها فكرت إلين متى رح أكون كذا، وقتها قررت أوافق على الشايب، على الأقل أخدم واحد يصرف على أولادي أحسن من إني أخدم الكل وأصرف عليهم وبلا قيمة.
أو كرامة أو مكانة. ما أنا لو كنت رجال وجبت بس كيلو خضار كان حطوني على الراس، بس مين أنا يلي شايلة كل هذول الناس من مصروف وخدمة وممنوع تقولي بيوم تعبانة؟ قد إيش بشع عيشة البنت وهي مطلقة في مجتمعنا. قلت له أنا موافقة شوف لي إياه. قال لي متأكدة؟ عمره 72. قلت لي إيه. وقال لي خلصي أوراق طلاقك كاملة بالمحكمة، طالما في أمل 1% ترجع لزوجك سكر الموضوع. قلت له شرعا نحن خالصين، بس ما رد علي. وبالسنة الثانية بدأت أدرس، صار عندي باليوم 6 ساعات واقفة على رجولي أدرس، ومن المدرسة على سوق الخضار والله أقل يوم 8 كيلو أمشي، وأكون شايلة أكياس وجاية والمشوار بعيد، أرجع البيت أبدأ طبخ وتنظيف، أخلص أقوم أدرس أولادي وبعدها أحضر دروسي، ويبقى لي 3 أو 4 ساعات للنوم كل يوم على دا الموال. وبنص السنة اتزوجت خالتي وسافرت وتركت جدتي أمانة عندي، لأن أمي ما تقدر تخدمها، أمي متعودة على الراحة، صار صعب ترجع لطاقتها. وخالتي قبل ما تسافر قالت أنا حاسة فيكي، أنا بس أسافر ناوي أصير أرسلك وأساعدك بالمصروف. وراحت وما أتذكرت هالكلام، صارت ترسل على اسمي فلوس وتقول لي فلان وعلان وما أتذكرتني، والناس تحسب إنه أنا توصلني فلوس منها. ومع كذا أسكت، صرت أدعي وأقول يا رب أستر علي أنستر مع رجال يقبل بأولادي ويعيشني على خبزة. المهم أنا ما أفكر من وين أجيب، جدتي عندها عيالها وبناتها ما حد يساعدني، ومع كذا أنا أحب على قلبي وأقول الله رازقني برا، وهي تقول لي الله يساعدك والله عيشة أمك مو سهلة الله يعينك. بعد سنين وأخيرا أحد عرف كيف أنا عايشة. المهم كلمني الرجال وصار قبول بيننا ونوينا السفر عشان نتقابل، بس الظروف كانت تعكس وما يزبط، والرجال يرسل لي ويوقف جنبي بالفلوس، لو خلوني أجمعها كنت جبت غرفة الأولاد تحوينا، بس لما تصير معي ليرة على طول يطيروها. للأسف الرجال رفض أخذ أولادي معي، حط شرط أنه يخصص مصروف شهري لهم، ووافقت عشان لقمة أولادي، وصار كل ما يرسل يطير أخوي، والله كسروني كسر. ولآخر ليرة بشنطتي تطلب أمي مني هاتي. آخر شيء قلت لها ما بقي شيء من وين، وفعلا شافت حتى مصروف أولادي ما بقي معي أعطيهم. وقتها قالت جالست مني علينا وموال طويل. قلت لها كم مرة قلت لك خايفة من هذا اليوم خفف وصرف؟ قامت قالت طب إيش نسوي؟ قلت لها أخوي يدبر له شغل، يطلع حق ربطة خبز وإيجار الطريق. وقلبت ضدي وزعلت. قلت لها يا أمي لازم نمسك يدنا، بكرة أنا مهري ما رح تكفي الديون، أنا بمهري أبي أشتري بيت تقعدوا فيها أحسن من الإيجار. وقتها الرجال حس وعرض علي يرسل مهري قبل ما أطلع، أرسل لي وكمان أرسل حق تكت الطيارة. قمت جمعت كله وما خليت معي ليرة واحدة بس عشان أشتري بيت صغير يقعدوا فيه أولادي، ودينت مبلغ كبير من الرجال على أساس أعطيه من المصروف المخصص كل شهر لأولادي، وربي ما خليت لنفسي حق لبسة واحدة لما أسافر للرجال. قعدت أدور أسبوع والله ما أشوف النوم، وأنا أدور وأركض عشان ألاقي بيت وسيارة قبل ما يطيروا الفلوس. وهنا بدأوا يصرفوا ويحجزوا بيت، تاني يوم يقولوا لا ويطيروا العربون، وأنا قايلت لهم إني حاسبتهم بالليرة، وأمي شايفتني إني ما بنام ولا أهدى، وأنا أتواصل مع البشر على بيوت وسيارات وشايلة همهم، وهي بس تعرف تصحى تصرخ وتبهدلني قدام أي أحد بدون سبب. لو لقيت كاسة في المطبخ مو مغسولة تقوم القيامة قدام أي شخص يكون عندنا، مالي أي احترام. ولما بكيت وكانت عندنا ضيفة صارت تقول تبغى تدلينا بالبيت، ما فشرتي أسكن ببيت لك؟ أنا ما أبي غير إني أسترهم ببيت عشان ما يجي أحد يقول لهم فين الإيجار، وراح أرسل لهم مصروف كل شهر، وكله على حساب غربتي وبعدي عن أولادي، جواتي حمل جبال وبركض وبكفة أولادي، لا قادر أتمتع معاهم قبل ما أطلع ولا قادر على بعدهم، ومن كل مهري كل شيء ما قدرت أجيب لهم، لو لعبة تذكرهم فيني وتفرحهم. أنا مثل أي أم كنت أحلم أعيش كل لحظة مع أولادي، وكنت بحلم أشوفهم كل يوم قدامي يكبروا، بس نصيبي كده عشان ما يجوعوا ما يشتهوا شيء وأعجز عنه، عشان ما يقولوا بيوم أمي حرمتينا، عشان ما أكون قدامهم والكل يتحكم فيني ومدلولة وضعيفة، ضحيت بوجودي معاهم على أمل يكون هذا الأفضل لهم. أنا بسافر وأنا خايف على بنتي تعيش اللي أنا عشته، أمي إذا بتطلب من بنتي شيء وما ردت عليها تصير تبهدلها وتزعل وتعاملها نفس الطريقة اللي كانت تعاملني فيها،
هي تحب أولادي مرة وأكثر مني، بس أنا ما أبي بنتي تكون مثلي، ما أبوها تصير تضحي بنفسها عشان ترضي أحد. بنتي ما لها ذنب تتحمل اللي أنا تحملته، ربي بيشهد إني قدمت لأمي كل شيء بيطلع بيدي وحتى اللي ما بيطلع، وما في بنت على الأقل من المجتمع عملت جزء بسيط لأمها وعيلتها مثلي، ومع كذا أنا بلا قيمة بالنسبة لأمي، حتى ما بتفكر فيني كأم. لازم تأمن وتربي أولادها، لا ما أنا لازم أعمل وأقدم شيء غير لهم، كأني ولدت بس عشان أخدمهم. ما أدري ليش أمي ما تحبني، أنا سافرت لزوجي والحمد لله صبرت ونلت، وطلع رجال يخاف الله رحم غربتي وقلة حيلتي وخلاني أجيب أولادي اللي عندي بعد شهرين. اليوم أنا مرتاحة في بيتي مع زوج حنون ويحب أولادي ومو مقصر معي بشي. ومو بس كده، صرت أرسل مصروف شهري لأمي، وفوق كده ما هي راضية عني. ادعولي إنه ربي يحنن قلب أمي علي. وآخر شي، حسبي الله ونعم الوكيل بكل مين ظلمني، زوجي وأهل زوجي. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا. وإذا حابين إنه أقول قصصكم أرسلوا لي قصصكم على الإنستغرام.